اخباركم ايه؟ كل سنه وانتم طيبين. النهارده هنعمل حاجه بسيطه للبنات الصغيرين اللي هم شعرهم خفيف جدا، التوكه على شكل فراوليه لذيذه حلوه كده. طيب انا محتاجه ايه؟ محتاجه ورق الفوم اللي احنا عارفينه، ممكن تجيبي جليتر او ساده. تمام، بنجيب الورق وبنقص على رسمه الفراوليه، ممكن تكون صغيره او كبيره على حسب ما انت عاوزه. تمام، هنعملها هنا دبل، نعملها دبل عشان تبقى وش وضع زي دي كده مثلا. هنا شوفي ده الوش اهو، وده الظهر جليتر برضو. تمام، والاساتيك، وعاوزه ديت دايره عاديه هتقصيها هنا تقريبا 2.5 سنتي، والفراولايه ممكن تكون 4 سنتي. انا قست من هنا لحد هنا يعني من غير الحته الخضرة دي، هتبقى 4.5 سنتي. اما بقى لو بالطول يعني من هنا لهنا كده 4.5 سنتي، لو بالحته الخضرة دي هتبقى كام؟ 5 سنتي، وعرضها هتبقى 3.5 سنتي. ممكن المقاسات تكون مختلفه. طبعا عايزين الجفت عشان يبقى سهل ان انا اشيل الاسترس بتاعي واحطه. ده استرس اهو، نص يبقى نص اهو، يبقى نص. تمام، ممكن نتغاضى عنه وبلاش وتسيبيها كده وتحط لها ورده صغيره على جنب. والاساتك، وده البلو اللي احنا نستخدمه، والولاعه. طيب ماشي، هنبدا نقطع. طبعا زي ما قلت هنقص الاثنين دول على بعض بحيث الاوي زياده اشيلها قبل ما الزق. تمام، هسويهم بس مع بعض حاجه بسيطه. هجيب بس الولاعة وهمشي كده، حاجة خفيفة، حاجة بسيطة جدا. ليه انا بمشي كده؟ لو في اي حاجة صغيرة مثلا مش هتبان، غير كده كمان مش هتكون بتشقق معايا فيما بعد، وهيكون الحرف متساوي. تمام، دول الاثنين دول زي بعض. خفيف يعني مش هحرق الورقة. انت هتلاحظ ان الحرف اتساوى معاكي. تمام، شوف الشمع بتاعنا. هبدأ الزقهم مع بعض. يا ريت وانت بتلزقي تلزقي يعني قطع قطع، يعني حتة حتة، لانك لو حطيتي الشمع كل مره واحده مش هتقدري تظبطيها، مش هتقدري. فخلينا نمشي حته حته، حاجه بسيطه، وايه هثبتهم مع بعض. تمام كده، لو مشينا هنتلخبط، فخلينا واحده واحده، حاجه بسيطه اهو. Thank you.
طبعا الحاجات دي عجبت ناس كتير، وما زلت بقول ان هي ممكن تنفع مشروع يجيب لك دخل بسيط، يعني مش وحش مش وحش والله، ينفع دخل جميل جدا لو استمرت فيه. ابدأي بيها للجيران الاصدقاء الاصحاب، ومفيش بيت يعني ما بيستخدمش التوك او السورتات. تمام قوي. اي زياده شيليها برضو مفيش مشاكل. هجيب الاخضر اللي هو ده، ممكن تعملي بقى بشكل مثلا كبيرة شوية، لها تلات اجزاء، جزئين حاجة كبيرة مثلا، بس يعني لاحظي ان اللي ورا دي نفس اللي قدام يكونوا قريبين لبعض في الشكل يعني. تمام، انا استخدمت اللي بيلزق ده اهو، ممكن انت تستخدمي العادي اهو، خلي ديت احسن لنا اهو. ممكن كمان عشان اخليها ثابتة الزقها مع التانية. عشان تكون اكتر لزقة اكتر وثابتة اهو. تمام، كمان لزقي هنا اهو. لو الاطراف مش متساوية حاولي تساويها. ده شريط قصيته من نفس الورق، طول حوالي 4 سنتي، والعرض حوالي يعني 1 سنتي. بجيبها وافتحها من النص بالمقص، دخل كده هي زيادة هنقصها. تمام، حطنا الأستك، طبعا الأساتك حاولي تكون صغيرة، ممكن طبعا اللون ممكن يكون أصفر أي لون. هنا هلزقها وهنا برضو. اي زيادة هنشيلها اهو.
حاجه خفيفه ولطيفه للبنات. خلصنا دي، نعمل التانيه. هلزق دي كمان. ممكن ألزقها أكتر يعني لو أنا عايزة أثبتها أكتر. بس هو أوريدي يعني بيلزق. كده خلاص خلصتهم. كده خلاص خلصتهم. خلاص طيب نيجي بقى لمرحلة الاسترس اللي هو نص. ممكن نعمله ممكن لا. طيب هعمل ايه؟ هي المرحلة دي يعني بتبقى صعبة شوية ان انت بتحددي المكان. فاحنا هنعمل مثلا ثلاثة هنا وثلاثة هنا، وهيبان اتنين في النص وواحدة في النص. طيب بشيلها بضغط عليها شوية، بضغط بس كده هي تلزق لوحدها. إذا وقعت منك ممكن تعيدي يعني لزقها تاني، هلزقها مرة تانية لما إن شاء الله مش هتقع. شفتي بقى بيجري ازاي؟ صعبة شوية عشان بيتزحلق. والله مشكلة. طب والله هتجربوها تلاقيها مشكلة. شفتي بيجري ازاي؟ هي اصعب مرحلة على فكرة. هنعمل اتنين هنا في النص. لا بقى صعبة يا جماعة، بتتزحلق. علشان حجمه صغير وناعم. تمام.
خلصنا كده، اضغط بس حاجه خفيفه كده اهو، خلاص تمام تمام كده. التانية نفس الموضوع، لا مش معقول، لا بقى كده عيب اهو. يعني ممكن نحطهم بشكل عشوائي، يعني مش لازم، يعني مش لازم ترتيب معين، لا بشكل عشوائي كده شكل جميل وخلاص. هي هتحيرك شويه خدي بالك. طيب انا ما عنديش ده، هجيب منين؟ حضرتك ممكن تكون مثلا موجود على طرحه، موجود على عبايه انت مش محتاجه لها، فممكن تاخدي منه الفصوص دي. يعني ما تتعبيش نفسك وتشتري، انا اقصد هو بيلزق بسرعة يعني، مش بس يعني يا ريت ما تحطيش صباعك هنا، يا ريت يا ريت ما تحطيش صباعك عشان هيلزق ويأذي جلدك. كده خلاص اهو، خلاص كده خلصنا، حاجة بسيطة جدا وسهلة وهتعجبكم ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله بإذن الله. هنعمل الوتر ميلون وهنعمل الأورنج وهنعمل يعني كيوي وهنعمل حاجات حلوة ان شاء الله. خلوكم معانا وتابعونا بإذن الله بإذن الله، وعشان تشوفوا كل فيديوهاتنا ياريت تعملوا سبسكرايب للقناة، وياريت تكتبوا لي اي كومنت انتوا عاوزينه، عايزين اقدم لكم ايه، ايه الافكار المقترحه اللي انتوا تحبوا ان انا انفذها. ان شاء الله باذن الله اشوفكم على خير باذن الله يا رب، والى لقاء اخر باذن الله، وفي فيديوهات جديده جميله جدا ان شاء الله. استنوني ودعموني بلايك وكومنت وشير وسبسكرايب. شكرا، مع السلامه.